السلام عليكم الأخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوال طيبة إن شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الأول الأخير. نبداو الفيديو ديالنا كيف العادة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقل لكم أخبار المسائية اللي صراحة كتضمن أخبار اللي مهمة ومهمة بزاف، وبطبيعة الحال غادي ندوز واحد الميساج هو أنكم يعني ردوا البال، ردوا البال، لأن هذا الشيء ما كيبشرش بالخير. إلا خرجتوا ما تمشيوش للأمام الأماكن اللي كتكون يعني مزدحمة، وإذا خرجتوا للضرورة القصوى فضروري أنكم تستعملوا الأدوات الوقائية، منهم لي بافيت أو الكمامة، وكذلك منهم أنكم تعقموا يديكم عدة مرات وتحتفظوا على مسافة الأمان بينكم وبين الأشخاص الآخرين، لأن المرض باقي كيتفشى وباقي يعني كينتشر بواحد السرعة اللي هي فائقة. نتمنى أن كلنا حفظنا الله عز وجل من هذا المرض ومن كل شهر ان شاء الله، وندوزو العيد والفرحه ديال العيد والايام ديال العواشر بكل فرحه وبكل سرور، وما بغينا حتى شي واحد ينقص منا بطبيعه الحال. فنخليكم مع الاخبار المسائيه ان شاء الله لانها كتضمن اخبار مهمه وفرجه ممتعه. حسب وزاره الصحه، سكان قرى جماعة صغيرة بإقليم وزان تزداد محنتهم في البحث عن الماء والشرب مع ارتفاع درجات الحرارة، ينتظرون دورهم للاستفادة من برنامج تزويد العالم القروي بالماء على غرار قرى عديدة أخرى بالإقليم. إشكالية حراس السيارات الموسميين تطفو إلى السطح ككل موسم صيف، تعود على فرض أسعار مرتفعة على المصطفين في مشهد يتكرر رغم تنديد المواطنين ونداءات جمعيات حماية المستهلك. مع الرفع الحجري الصحي وعودة النشاط السياحي واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، مدينة الدخلة تبدو وجهة مغرية، وتيرة الرحلات الجوية من وإلى المدينة في ارتفاع تدريجي. مساء الخير، أهلا بكم. قفزت الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 5 وفيات اليوم، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لمن قضوا بسبب الفيروس 250 شخصا. في حصيلة الساعات 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة أيضا تسجيل 203 إصابات جديدة و218 حالة شفاء. شيماء العلام. فيما يشبه المد الجارف، يستمر فيروس كورونا في إضافة أعداد جديدة إلى رصيده، حيث تم تسجيل 203 حالات إصابة رفعت إجمالي الإصابات إلى 15745 حالة خلال 24 ساعة الماضية، حالات موزعة على 10 جهات. سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 71 حالة جديدة، 61 منها بطنجة، 7 بتطوان، وحالة واحدة بالمضيق، ثم حالتان بالعرائش. فيما يخص جهة الدار البيضاء سطات، سجلت 21 حالة جديدة، 18 بالدار البيضاء، حالة واحدة بالجديدة، وحالتان بالمحمدية. أما فيما يتعلق بجهة مراكش أسفي، فقد سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 23 حالة جديدة مؤكدة، منها 20 بمراكش وحالتان بأسفي، ثم حالة واحدة بالرحاملة. كما تم تسجيل 38 حالة بجهة فاس مكناس كلها بفاس، وسبع حالات بجهة العيون ساقية الحمراء كلها بالعيون، وإحدى وعشرين حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة. أما فيما يخص الجهة الشرقية، فقد سجلت 14 حالة جديدة كلها بوجدة، فيما سجلت أربع حالات جديدة أيضا بجهة بني ملال خنفرة كلها بخنفرة، وقد سجلت جهة سوس ماسة خلال 24 ساعة الأخيرة حالتان جديدتان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكادير، فيما سجلت جهة الدخلة وادي الذهب حالتان أيضا بالدخلة. وقد تم تسجيل 5 حالات وفاة، ارتفع معها العدد الإجمالي للوفيات إلى 250 حالة، فيما تماثل للشفاء 218 حالة شفاء. وصل معها العدد الإجمالي للمتعافين إلى 12283 حالة، بنسبة تعافي بلغ 78%.
وفي وقت يحصد فيه الفيروس مزيدا من الأرواح ويصيب مئات الأشخاص يوميا، صور صادمة من وسائل النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء توثق لعدم اكتراث بخطورة الوضع، ازدحام كبير وغياب للتباعد الجسدي وللكمامات في خرق واضح لكل شروط وإجراءات الوقاية الواجب اتخاذها. روبورتاج عبد الفتاح مومن. لا مسافة للأمان ولا كمامة، والتسابق للصعود إلى الحافلة دون اكتراث لمخاطر جائحة كورونا التي ما زالت بيننا. هكذا بدأ المشهد هذا الصباح بمجموعة من مواقف الحافلات بالعاصمة الاقتصادية، وخصوصا تلك المتوجهة لشاطئي عين دياب والمحمدية. القانون ديال الطوبيسات كاينين، بالنسبة للجمهور ما القانون شي شوية خاصو يكون عندهم. بالنا ماشي هو هذا، خاصو يكون النظام والاحترام. من نهار تلقوا العجل الصحي بحال ما كاين والو، الصراحة لله بحال ما عمرنا عشنا والو. ترامواي البيضاء الصورة أقل استفزازا، ومع ذلك يبدو أنه لا احترام للتباعد الجسدي لوسيلة النقل هاته. الشطرام كان عامر ممتلئ عن آخره، كان عامر، مسافة الأمان ما محترماش، الزحام ما فهمنا والو. الصورة ذاتها تتجسد في شاطئ عين دياب وكأن الوباء قد رحل، لكن الواقع غير ذلك. وعدوى الفيروس لا تبدو في انحسار، إذ بلغ عدد المصابين في العالم أزيد من 12 مليون و600 ألف شخص، وتجارب الدول تظهر تصاعدا لوتيرة الإصابات، فيما الحكومات وجدت نفسها أمام معضلة حماية السكان دون فرض قيود جديدة مشددة. هذا التصاعد في الإصابات اضطر إسبانيا إلى إعادة فرض إغلاق في قسم من كاتالونيا، فيما تبقى دول أخرى متيقظة تراقب الوضع الذي شهد ظهور بؤر إصابات جديدة بعد رفع الحجر. خالد نجدي. فيروس كورونا المستجد ما فتئ يواصل منحاه التصاعدي، وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول المعمور بأزيد من 3 ملايين شخص، كما أنها شهدت اليوم آلاف الإصابات الجديدة، وخطوة مغايرة تمثلت في ارتداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة وجه في مكان عام للمرة الأولى منذ بداية الجائحة. أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى وتتحدث إلى الكثير من الجنود والناس الذين في بعض الحالات خرجوا لتو من غرف العمليات، أخالوا أنه لشيء رائع أن ترتدي الكمامة. بعد الولايات المتحدة الأمريكية تأتي البرازيل بنحو 2 مليوني إصابة، تليها الهند والبيرو والمكسيك التي سجلت أزيد من 30 ألف حالة وفاة. أما الصين التي شهدت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا فسجلت 7 حالات إصابة جديدة. نشعر بالخوف حين سماع خبر حالات جديدة، لأننا لم نسجل منذ مدة طويلة حالات إصابة جديدة ونتساءل عن مصدرها. منظمة الصحة العالمية من جانبها أعلنت اليوم عن تسجيل رقم قياسي للإصابات، حيث تم رصد 230 ألف حالة جديدة، وهو ما اعتبرته تأكيدا لتحذيراتها من تسارع انتشار الفيروس في العالم. في مالي ساد اليوم هدوء حذر العاصمة باماكو بعد أن أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا تعطيل عمل أعضاء المحكمة الدستورية في محاولة لخفض التوتر ووقف الاضطرابات الدامية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين. خلفية هذه الاضطرابات مطالب بحل المحكمة بعدما ألغت نتائج الانتخابات التشريعية التي جهرت شهري مارس وأبريل الماضيين. خالد نجدي. مساع جديدة لحلحلة الأزمة السياسية المستمرة بمالي منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، مساع تضمنها الخطاب الرابع خلال هذا الشهر للرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا، وتتمثل في حل المحكمة الدستورية وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية جزئية. قررت إلغاء مرسومي تعيين أعضاء المحكمة الدستورية والمضي قدما نحو تفعيل التوصيات الصادرة عن بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. الإمام محمود ديك الذي يقود الحركة الاحتجاجية في مالي من جانبه طالب أنصاره بالتهدئة وتجنب الصدامات الدامية. وجهت نداء للشعب المالي ولا سيما الشباب، وأطالبهم من خلاله بضبط النفس.
هذه التطورات والاضطرابات التي شهدتها باماكو يوم الجمعة الماضي يثيران قلق حلفاء مالي الذين يخشون وجود عنصر آخر مزعزع للاستقرار في بلد يواجه خطر الإرهاب وعددا من التحديات وسط منطقة غير مستقرة. أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قرارا يمدد آلية إدخال المساعدة إلى سوريا لكن عبر معبر تركي واحد، وذلك غدا انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من الأمم المتحدة. وكانت المنظمات توقفت عن إدخال المساعدة بعد إخفاق مجلس الأمن أكثر من مرة في تمديد التفويض الممنوح لها، لكن الموافقة على التمديد عبر معبر واحد فقط أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي انتقد ما وصفه بإدعاء الأمم المتحدة للضغوط الروسية بوقف إدخال المساعدات عبر معبر باب السلام الذي يؤدي إلى حلب في شمال سوريا وإبقاء استخدام معبر باب الهواء فقط.